السلام عليكم، شلونكم يا اسطير؟ اليوم جبنا لكم فيديو جديد راح نشرح لكم على التحديات الهالوين. اللي حاب يشوف الفيديو ليتس جو. مشاهدة متاعة، ما تنسون بلايك تعليق حلو، وما تنسون كود ايتم شوب سوم 93 تابع الفيديو. مشاهدة متاعة، شوفي يا اسطير، لازم تزوروا هدول الامكنة، ثلاث امكنة لازم تزورون نفس الشي هدول، تزورون يعطيكم 40,000 اكس بي. هاي اول تحدي، زرتوها هدول ثلاث امكنة بتحصلوا عليهم 40,000 اكس بي. التحدي الثاني، مطلوب منكم تقتلوا ثلاث اشباح، اذا قتلتوها بتاخذوا كمان 40,000 اكس بي. شوفوا كيف راح نقتل هلا ثلاث اشباح مشان ناخذ عليهم 40,000 اكس بي. يا اسطير، اللي ما حط لايك حط لايك، اللي حابب يدعمنا الكود الايتم شوب سوم 93 93. شوفوا هذا اول شبح، لازم تقتلوا ثلاثة تاخذوا عليهم 40,000. هلا نشوف الشبح الثاني وينو. لازم تقتلوا ثلاثة، ثلاث اشباح هذول جايين زيادة. هذا الشبح الاخير، تقتلوا هيك تاخذوا عليه 40,000 اكس بي. التحدي الاخير، على الشنطه، كيف تحصلوا على الشنطه؟ شو يا اسطير، كيف نحصل على الشنطه؟ لازم يكون معكم سلاح ذهبي، وبعدين تحولوا حالكم لشبح، يعني تنتحروا ولازم تاكلوا السلاح. شوفوا، لازم يكون معنا سلاح ذهبي. شوفوا هنيك في واحد عم نقتله، نشوف كيف. بس اللي ما حط لايك حط لنا لايك، حط لنا تعليق حلو. هذاك معه سلاح ذهبي، شوف كيف معه سلاح ذهبي. هلا راح ناخذ السلاح وراح ننتحر، راح ننتحر وبعدين ناكل السلاح عشان نحسن نحصل على شو اسمه، على الشنطه. شوف كيف يا اساطير، لازم تنتحروا وتحولوا حالكم لشبح بعدين تاكلوا السلاح. هذا هو السلاح، شوفوا رح ننتحر. شوفوا هلا رح ننتحر، نحول حالنا لشبح بعدين ننزل ناكل السلاح عشان احسن نحصل على الشنطة. إذا عجبتكم الشنطة اكتبوا لي بالتعليق شو رأيكم بالشنطة، شو رأيكم بالبخاخ، يعني بتحصلوا على بخاخ كمان. شو يصير هلا بناكل سلاح، بطلع هيك التحدي خالص، نعطونا الشنطة. يصير هذا هو كان الفيديو، إذا عجبكم ما تنسونه بلايك تعليق حلو، وما تنسوا الكود الايتم شوب زوم 93 93. وإن شاء الله بنشوفكم فيديوهات تانية، وهلا بنشوفكم بخير وضلوا بخير، والسلام عليكم.